في خطوة جديدة يصفها القائمون بأنها أتت لتجاوز مشكلة الوصاية على التعليم ومنع حوثنة مؤسساته العديدة، ها هي وزارة التعليم الفني والتدريب المهني تعلن بطلان جميع الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى لكليات المجتمع في العاصمة صنعاء. المجلس الذي يسيطر عليه تحالف الانقلاب منذ 3 سنوات واستخدمه كبديل لعمل الوزارة في صنعاء. ففي الوقت الذي أصبحت فيه جميع المؤسسات التعليمية تعمل وفق نمط غير قانوني، علاوة على أنها باتت تحمل مضامين خارجة عن الإطار العام لقيم التعليم كتلك المناهج الدراسية التي جرى تغيير مضامينها وإدخال مضامين طائفية بديلة، تعود إشكالية التلاعب في المؤسسة التعليمية لتمثل كبرى المشاكل التي ظهرت منذ بداية سيطرة الميليشيا على جزء كبير من المؤسسات. وزارة التعليم الفني والتدريب المهني أصدرت تعميماً لجميع المعاهد والكليات التابعة لها حذرت فيه من التعامل مع المجلس الخاضع لسيطرة الحوثيين، مؤكدة أن كل قرارات المجلس والعقود والاتفاقيات المبرمة لا تحمل أي صفة قانونية، إضافة إلى أنها باتت لاغية وليس لها قبول في السجل الأكاديمي. وبالرغم من أن القرار جاء لحماية قطاع التعليم الفني من العبث الذي طاله منذ فجر انقلاب، غير أن ذلك في المقابل جاء صادما لمعظم الطلاب الذين تخرجوا كونه لم يحدد معالجات بشأن من تسلموا شهاداتهم ووثائقهم من المجلس الذي تم إلغاؤه، وهو الأمر الذي يضع تساؤلات أخرى عن البدائل التي يمكن أن يعود إليها الطلاب. أكاديميون اقترحوا أن يتم تحديد سريان البدء بهذا القرار حتى لا يظلم الطلاب الذين وجدوا كلياتهم ومراكزهم التعليمية فجأة تحت سيطرة جماعة لا تدرك أبعاد الأضرار التي ستلحق بالتعليم إذا ما استمرت سيطرتها عليه. هو تهديد آخر يواجه قطاع التعليم خصوصا الجامعي والفني منه، وهما القطاعان الأكثر دفعا لمسيرة التنمية والأكثر تأثيرا في تشكيل الوعي المجتمعي.